بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق السادس لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهة الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل، وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام السيد عدنان عبد الرزاق المحمود المدير العام المساند لشركة الخليج للبتروكيماويات بتقديم كأس جيبك للشوط الخامس إلى جبر الدوسري، وكأس جيبك للشوط الثامن إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، وكأس جيبك للشوط التاسع إلى سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة. وقد اشتمل السباق على 9 أشواط. Thank you.
We'll be right back.